سؤال كان يعني سؤال طبعا قوي من الاسئله اللي ممكن توصف بان اسئله شرسه يعني او فيها نبره حاده لكن هو الاسئله دي بيبقى الغرض منها مش ان انا بهاجم الشخص بل ان انا بضغط على الشخص انه يجيب الاجابه اللي جواه ده السيستم الاساسي يعني في الاسئله اللي زي دي احمد حسن جاوب عادي ما في خلال الانترفيو خالص ما بعد بعد الانترفيو خالص انا ما كنتش اقصد ان انا اضايقه خالص لكن خلصنا الحلقه وبالمناسبه ده كان الاسبوع الاول في برنامج الماتش يعني الكلام ده من اربع سنين كان لسه ثالث حلقه في البرنامج وتاني يوم الفيديو طبعا ده انتشر قوي بتاع ما سمعتش السؤال ولا عيده تاني فكان ساعتها في خلاف واضح ما بين الاهلي وبيراميدز وقت تركي قال الشيخ فكان ساعتها اي حد شغال في بيراميدز الاهلاويه بيتضايقوا منه قوي فكان احمد حسن بي إن يعني هو اللي واخد موقف ان انا اللي برد على مواقف الاهلي او الاهلاويه ضد بيراميدز فكان الدنيا اصلا مشتعله فالناس كانت بتستنى اي لقطه من اللقطات دي. تاني يوم بعد ما انتشرت بالشكل ده وبقت فيها شويه كوميكس ومش عارف ايه وده احمد حسن يعني آه هو اتضايق وكل بس من الجمال بقى بتاع احمد حسن هو كلمني وقال لي ان هو متضايق فانا قعدت اشرح له انت ما اتضايقتش على الهوا فمالناش دعوه برد فعل الناس رد فعل الناس انت نفسك على الهوا ما اتضايقتش من السؤال والكلام كان جاي خد وهات بشكل طبيعي فالتسلسل هو اللي قاد الى السؤال ده وهو تفهم ده تماما قصتي مع ميدو قصة برضو يعني مليانة تفاصيل بالمناسبة ال... هرجع لك على النقطة اللي انت بتسألني فيها دي الحلقة بتاعت اكسترا نيوز دي برنامج اكسترا تايم دي كانت مرحلة ثالثة في علاقتنا أنا وميدو لو تفتكر في 2014 كان في تراشق حصل لما هو شتمني وبعد كده رحت أنا قلت له ما, ما تمسحش وأنا هقدم بلاغ فتاني يوم اتكلمنا كلمني في تليفون بعدها نزل تويتا فيها اعتذار فالدنيا بقت كويسة بعدها بقى ماسك الزمالك وفي مرة أنا كنت رايح أغطي حاجة في الزمالك للراديو فقابلته فجي سلم عليا وهنا بقت العلاقة هادية ثم بعد كده لما مسك وادي دجلة دخل معايا المداخلة لاول مره بعد القصه دي الاولانيه ميدو برضه ده جزء منه ان هو بيتطور كشخصيه ميدو كان لسه مدير فني لتاني تجربه في مشواره هو خد اسئلتي بشكل ان هو اجريسيف اسئلتي ما كانتش اجريسيف اسئلتي كانت ضاغطه من اجل الحصول على المعلومه كان هو ساعتها هو وصحفي اشتبكوا لفظيا في مؤتمر صحفي فانا بقول له الصحفي قال لك ايه فقال لي انت عايز ايه يعني هو ميدو بقى اتضايق من السؤال لان انا فضلت ورا السؤال عشان اوصل للاجابه فانا اتضايقت بقى اتضايقت طبعا اتضايقت لان هو في الاخر انا مش بضغط على ميدو علشان ابين ان هو او بلغتنا عشان اعلم عليه ما كنتش بعلم على ميدو لكن ميدو حاول يعلم عليا في شغلتي فبالتالي ده ضايقني لكن في الاخر يعني انا هو اللي قفل المكالمه العلاقة رجعت تاني شوية توتر بس من غير تنشنة، مفيش تنشنة ان هو انا متضايق من ميدو وميدو من هاني عادي، تقابلنا تاني ده فلاش باك كده لكن لو روحنا بقى لقدام شوية فاست فورورد يعني هنلاقي انه علاقتي انا وميدو بقت برضو من احسن علاقاتي مع الناس الموجودة في الوسط الرياضي، وانا بحترم ميدو جدا، انا بحترم تاريخ ميدو، اسم ميدو، كاريزما ميدو، نجومية ميدو، وفعلا علاقتنا بعد كده بقت اه اقدر اقول ان هي من احسن علاقاتي مع الناس اللي موجوده في الوسط لو هقول رايي كمان في ميدو الاعلامي ميدو الاعلامي من احسن برامج الرياضه في مصر دايما بيتناول المواضيع بزاويه مختلفه عن الزوايا اللي ممكن كلنا نكون بنناقشها دايما عنده افكار بره الصندوق دايما بيعرف يناقش بسبب خبراته ومواضيع بشكل كويس جدا فعلاقتي بميدو بدات من تحت الصفر ودلوقتي بقت الحمد لله ربنا يديمها يعني 100% ما زعلتش بس انا اتضايقت انه يعني يا كابتن سيد انت شخص طول الوقت منطقي وطول الوقت تتكلم بالارقام كلمني في رايي ناقشني في رايي مش مش تناقشني في ال... مش توجهني ناحيه ان انا ابطل اسال ما هو اصل دي برضه دي سياسه من كابتن سيد عبد الحفيظ ساعتها ان هو كان بيقول لك يعني انتمائك او انا عارف ميولك علشان يحيدك مش عارف تسال ما لو انا عارف ميولي ده اللي هو يعني يقصد بيه هو اهلاوي فانا زملكاوي، فلو انا خدت الجمله دي هروح اتكسف اسال السؤال اللي جاي، فلا ما تعملش كده، جاوبني، ناقشني في رايي، ناقشني في السؤال اللي انا سالته، آه فده اللي ضايقني لكن طبعا هي ذكاء من كابتن سيد عبد الحفيظ انما انا ما زعلتش انما اللي هو ايه عملت كده وبعد كده رحت مكمل يعني. والله هما كتير قوي يعني هو انت بتدخل الحلقه وانت عارف ان ربنا يستر يا رب بتقعد تدعي انا هحكي لك حاجه انا دايما وانا داخل قبل التتر وهو التتر شغال يعني التسع ثواني بتوع التتر دول لما المخرج بيكون بيقول لي في ودني خلاص بيكون داون يعني سواء شريف او وليد بقرا ايه من سوره ياسين اللي هي وجعلنا ما بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون فدايما كان شريف يخش في ودني هاني دي ايه انا حاسس ان مش مناسبه للموقف انت عايز الناس تتفرج عليك مش مش عايز الناس ما تتفرجش الايه دي تقولها لو انت مش عايز حد يشوفك قلت له لا 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 انا بدي انا بقولها علشان انا عايز لو انا عملتها غلط ما تتشافش لو انا حصل موقف محرج ما يتشافش فدي حاجه فاه مواقف انت الهوا عمرك ما تعرف تسيطر عليه مهما خدت من خبرات فالهوا عمرك ما تتعامل مع ان هو حاجه مضمونه فطبعا في مواقف محرجه بحاول افتكر ايه اللي حصل لكن يعني في حاجات طريفه زي ان انا نسيت اسم ضيف قبل كده في الراديو كابتن طارق العشري كان معايا مداخله وانا بختم معاه وقلت كابتن طارق عايز اشكره بس نسيت طارق ايه؟ طارق العشري عادي جدا طارق العشري فمن حسن حظي كان قدامي مذيع فتعاملت معاها ان انا كابتن طارق رحت كحيت عملت نفسي ان انا شرقت فالمذيع اللي قدامي كان شريف رضوان هو اللي راح مكمل كابتن طارق العشري بشكرك رحت عملت هو طارق العشري صح. بس كان راديو فالناس ما شافتهاش مواقف محرجه تانية ممكن على التلفزيون ان انا ممكن اقول معلومه غلط وارجع من الفاصل اروح مصلحها فبقى في وسط الفاصل ده انا باكل في نفسي انه ازاي انا قلت المعلومه وطلعت فاصل وما صلحتهاش فبتمنى ان كل الناس اللي كانوا موجودين معايا قبل الفاصل ما يكونش حد قلب عشان اعرف اصلحها له فبقى انا عملت اللي عليا فبيبقى مواقف صعبه شويه انا بدات الفكره دي اصلا في ماتش كاس العالم بتاع السنغال يعني اللي هو ليله ماتش السنغال الثاني لما كسبنا هنا 1-0 واحد واحنا نلعب في السنغال فانا بدات فكره ان طب ما في الحاجات الايقونيه دي اطلع انا لاقرب صوتي مش اكتر فبداتها في شهر مارس اللي فات واقرب تتويج كبير بعديه هو الزمالك وبالتالي هو سيستم تم ارساؤه من مارس مش من 2018 مش من العشرة مش من التسعة فهيدخل على اللي جاي أي تتويج جاي أيقوني هيبقى غالبا بصوتي إن شاء الله سؤال حلو لا مش مع إلغاء يعني وجودها المفروض ان يكون تثقيفي لكن انا عندي مشكله في انه مش كل الناس عندها القدره على التحليل التحكيم في ناس بتبقى عندها نقص في القوانين في الدرايه في المعرفه ورغم كده بيحللوا فبيثيروا الجدل بتبقى صعب قوي ان انت تطلع تحللها وبالتالي بتلاقي ناس بتقول متفق مع الحكم وناس تطلع تقول لك الحكم غلطان لكن هو الواقع ان الحكم طبعا مع الوضع في الاعتبار ان الكفاءات بتختلف في كفاءه عاليه وفي كفاءه اقل لكن الحكم اللي شافه ده حتى الفار مش هيوضحولك زي ما هو شافه اللي شاف المشهد بتاع اللي هي اللقطه بتاعه اللمسه دي آه ممكن لمسه انت ما تشوفهاش فاول بس هي فاول العين شافتها في اللايف غير التلفزيون خالص فانا بتكلم في هنا في ان انت لازم برضو انت بتحلل تبقى مراعي بعض الامور اللي زي دي الى جانب طبعا الدرايه الكامله بالقوانين انما بشكل عام لا انا شايف ان هي لقطه مشوقه ولقطه تثقيفيه ولقطه من عناصر الاعلام الرياضي مش هسميها بتحرك لكن هل بتتحط في الحسبان ولا لا وبالتالي بتبقى مؤثره بدرجه ما ولا لا في الزمالك لا بالعكس ده يعني وطبعا دي نقطه صح لكن هو بتتعمل بشكل اجريسيف زي ما سمعناها من رئيس الزمالك من كام يوم قالها الناس اللي بتسالني على صفقات وانت مالك او بالطريقه اللي قالها يعني هو هو ده الصح انه ما ينفع انه انه في الاخر الاداره شايفه حاجات الجمهور مش شايفها الجمهور منفعل الجمهور عايز دلوقتي عايز عينيه شافت فعايز لكن النادي بيبص نظرة أوسع فالنادي مش بيتاثر بالعكس بقى ده يعني زي مش بيتاثر بالعكس ده احيانا بيبقى اجريسيف قوي في توضيح الصوره دي بعكس امير مثلا قالها بانه الصفقات الجماهيريه هي جماهيريه بس مش مش لازم اجيبها عشان هي جماهيريه مش شرط اللي يعجبك هو اللي انا اعمله ده الصح في الاهلي بيتحط الجمهور في في الحسبان طبعا 100% برضو ده سببه أنه الكابتن محمود الخطيب أسطورة كروية محبوب جدا لم يكن عليه خلاف في أي يوم من الأيام من جماهير الكرة المصرية وجمهور الأهلي بشكل خاص وبالتالي ده خلاه يعني برضو يبقى ده الجمهور ده هو العمل اسمي وبالتالي ينفعش أزعله ففي حاجات بتتحط في الحسبان في حاجات بتتحط فيها وجهة النظر الجماهير أو السوشيال ميديا في الحسابات وطبعا ده اداريا اداريا ممكن يبقى صح وممكن يبقى غلط بس مش اكيد هيبقى صح دايما. مجال اي حد في الدنيا دلوقتي بيستخدم السوشيال ميديا مش بس على مستوى الكوره اي حد في الدنيا بيستخدم السوشيال ميديا علشان يوصل انطباعاته واتجاهات ويوجه الراي العام فطبعا 100% في الاول لما كنت لسه ببدا ببدا التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي كبرنامج بدا يتشاف كنت بزعل قوي لما الاقي شتيمه ولما الاقي حد باعت لي, لي على الواتساب من قرايبي شتيمه انت ايه يعني الناس بتشتمك ليه لما الاقي اسمي طالع توب ترند حتحوت الفوت مثلا كنت ببقى ايه ده ليه وانا عملت ايه ورغم ان انا مقتنع ان انا ما دلوقتي بقت اللي هو ايه ده بجد تمام اضحك الحاجات الحلوه اللي بتقال تمام شكرا الحاجات الوحشه اللي بتقال بتضحكني ما فيش حد بيفرح من الشتيمة أكيد يعني لكن في الآخر أنا بقيت يعني أنت برضو بتجمع خبرات بتخليك عارف إيه الصح وإيه الغلط في شغلانتك بتخليك بتعرف تنتقد نفسك بتخليك بتعرف تميز إيه النقد اللي أنت ممكن تستخدمه إيه النقد اللي أنت ممكن تتجاهله فبالتالي ما بقتش تأثر في طريقة تناولي أنا للأمور الأفضل من وجهة نظري وده مش الصح يعني مش اللي هو الصح المطلق انه لا ما يعلنش عن انتمائه. آه ليه؟ لانه الجمهور الكروي آه غصب عنك هي،, هي هيصنفك في كل كلمه بتقولها، في كل خبر بتقوله، في كل رأي بتقوله. فمبدئيا كده انت داخل عليه وهو فاقد جزء من انت فاقد جزء من مصداقيتك. رغم ان انت ممكن تبقى واضح وهو ده الصح بقى ساعتها ان انت انا عندي انتماء بس انا عرفت اقنعك على بسبب تاريخي معاك ان لو الموضوع ده يخص الاهلي وانا اهلاوي وبتكلم فيه بمنطقيه وبموضوعيه ولو الموضوع ده يخص الزمالك وانا زملكاوي هطلع اتكلم فيه ده وصح هقول صح لو غلط هقول غلط فانت بتبني ثقه مع الناس لو تعرف تعمل كده ما عنديش مشكله في كشف الانتماء لكن عدم كشف الانتماء في الاخر بي بيبعد عنك هدك انت في غنى عنه من وجهه نظري هحط بس بودلة مع في كام مركز كده هحط بودلة ماشي عشان ما بقاش بظلم ال... في لعيبه كتير قوي كانت كويسه حراسه المرمى الحارس الاساسي محمد عواد بسبب تاثيره على النص الثاني من موسم الزمالك اللي هو جاب للزمالك البطولات بديله هو الشناوي محمد بسبب الجزء الاول من الموسم والاستمراريه بكل تاكيد لكن الدروب ده هو اللي ممكن يكون خلاه بديل قلب الدفاع هختار ثلاثه هلعب بطريقه 3 5 2 قلوب الدفاع هختار حمدي فتحي كمساك ثالث جنب الاثنين مساكين اسامه جلال ومحمود حمدي الونش وينجين باكين هلعب باحمد سيد زيزو ناحيه اليمين وهلعب احمد رفعت ناحيه الشمال على مستوى الثلاثي خط الوسط هختار ديانج دي في النص امام عاشور ناحيه اليمين عبد الله السعيد ناحيه الشمال هلعب اثنين في الهجوم شادي حسين بديله احمد عاطف ومعاه اشرف بن شرقي كمهاجم تاني وممكن احمد رفعت بيبقى بديله احمد عادل ميسي بتاع الاتحاد السكندري لانه عمل نص دور دور تاني حلو قوي هحط عمر كمان عبد الواحد احتياطي لاحمد سيد زيزو ناحيه اليمين انا اتبسطت جدا جدا بالحوار معاكم واتمنى ان انا ما كنت تقيل على اي حد يعني ولو اي حد من رايي او كلامي زعله باي شكل من الاشكال اتمنى انه ما يكونش زعلان و بتمنى التوفيق لكل الأندية ولكل المشجعين في حياتهم التشجيعية وفي حياتهم الخاصة ربنا رب يسعدكم